طلابنا لا صاروا اتكاليين، الاهالي صاروا اتكاليين، لا انه خلص انا بخلي الانسه او الاستاذ هو اللي يتابعه اللي يدرسه. معظم العائلات بتفكر انه بتريد اولادها انه يكونوا افضل الطلاب. في اهالي نسبه كبيره انه ما بدها تتحمل عبئيه اعاد ابنها درسه. ما عم باخذ، ما في بحاجه، اساتذه كثير عم يشرحوا بشكل منيح. صار في شبه فجوه صغيره، يمكن الطلاب راضوا يرمموها من خلال الدروس الخاصه او المعاهد الخاصه او دورات خاصه. اضطرينا لنسجل دورات خاصه لنرمم هالشيء الناقص عنا. اهالي مقتنعين، كل ما بتجيب اساتذه اكثر بتجيب عليه مهتمه اكثر. كأم يعني بجوز هني مشان يريحوا حالي مو أكثر، مو لأنه الأنساتنا ما يعطوا منيح. سجل عند أنسات فرنسي وإنجليزي مشان قوى فيهم. أيام زمان والله كانوا يشتغلوا بضمير أكثر. هي ما أنا فزلكي، بس اللي عم يصير الضغط بالمدرسة، كثرة الطلاب اللي بتكون بالصف. هلق في فكر ما بتنطرح بالمدرسة، فبيطرحوا لي اياهم هون بالمعهد بشكل مبسط اكثر. هون بناخذ دروس خصوصي لانه بالمدرسه ما بناخذ كل شيء. انا بدي اياهم يطلعوا متفوقين بكل المواد.